غدق هو الاسم الذي اعتمدته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية للحالة الماطرة التي بدأت أمس. هذه الحالة تتميز وفق توقعات الأرصاد الجوية بطول فترة تأثيرها، حيث ستستمر لنحو أسبوع أو أكثر، تؤثر في خلاله على معظم مناطق السعودية عدا شمال غربها، على أن يكون الاثنين ذروة الحالة الماطرة. علميا يعود سبب هذه الحالة إلى تشكل جبهة باردة بداية الأسبوع تعبر شرق المملكة مندفعة بسرعة نحو الوسط وجنوب المناطق الشمالية ثم إلى غرب المملكة. تلاقي الهواء البارد من الشمال تلاقيه بالرياح الدافئة والرطبة من الجنوب والغرب، يعد الوقود الذي سيشعل الحالة الماطرة ويزيد من زخمها. يتوقع أن تهوي غدق بدرجات الحرارة نحو 13 درجة مئوية خلال الأسبوع، لتهبط معدلاتها من 35 درجة إلى 22 درجة، خصوصا في أجزاء من القصيم وشمال غرب الرياض وأجزاء من المدينة المنورة والطائف، بالإضافة إلى جازان وعسير. الأمطار ستكون رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد وبرياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.